السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد، وبإذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا، وأحلى ما في الوصفة بتاعتنا كمان إن هي طعمها كويس جدا، وكمان بتشتغل على منطقة الجوانب والأرداف ومنطقة البطن. الناس اللي عندها بطن ودايما بتشتكي أنا جسمي كويس وعندي بطن، ده إن شاء الله هتشتغل على الجوانب ومنطقة البطن، هتنزل معاكي كمية دهون عالية جدا. عايز اقولك كمان ان هي بتزود معاك معدل حرق بطريقة سريعة جدا جدا، يعني الناس اللي قاعدة ما بتشتغلش او الناس اللي هي دوبك حركتها بسيطة ديت هتخلي جسمك ما كانت حرق، طول ما انت قاعدة او طول ما انت نايمة ده ان شاء الله هتخلي جسمك يحرق لوحده. عايز اقولكوا كمان ان الناس اللي هي دايما عندها غدة او عندها كسل في الغدة بمعنى اصح، جسمها ما بيحرقش، ده بتزود معاها معدل حرق وتخلي جسمها يحرق طبيعي، كمان بتسد معاك الشهية. تمام؟ طيب ايه تاني في الوصفه بتاعتنا حلو النهارده كمان؟ ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانيه ابدا. النهارده هنعمل كوبايتين، يعني هنعمل وصفتين، وصفه ان شاء الله هناخدها كده بعد الفطار، ووصفه بتاعتنا التانيه ان شاء الله هناخدها قبل السحور وهقول لكم هتاخدوها امتى. عايزين نبدا شهر رمضان، فرصه يا جماعه ما تتعوضش، نبداه بدايه صح باذن الله. عايزين نخرج من رمضان كده واحنا راضيين عن جسمنا وراضيين عن مظهرنا. فاحنا ان شاء الله هنتبع مع بعض كده خطوة خطوة، ونشوف الفيديو برضو مع بعض كده للآخر علشان تستفادوا منه على قد ما تقدروا تستفادوا، ان شاء الله هتستفادوا. يلا كده يا جماعة نحط لايكات كتير للفيديو، عايزة كل حبايبي ومتابعين يحطوا لايكات كتير للفيديو، وياريت كمان يشيروه علشان ان شاء الله الفايدة تعم على الجميع. ويلا بينا كده يا جماعة نشوف اول وصفة النهاردة هنعملها عبارة عن ايه. بصوا بقى يا جماعة، احنا دلوقتي هنعمل مع بعض اول كوباية. اول كوباية ان شاء الله هناخدها بعد الفطار، مش هقولك خدها قبل الفطار علشان ما تذنبيش نفسك وتقعدي تستني شوية، لا هناخد الكوباية بتاعتنا النهاردة هتبقى بعد الفطار كويسة جدا، تقدري تاخدها بعد الفطار بساعة هتبقى ممتازة جدا جدا. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هنحتاج فيها للشاي الاخضر. تمام؟ الناس اللي ما عندهاش الشاي الاخضر تقدر انها تستخدم الشاي الاسمر عادي، يعني عشان بس ما تحتريش مش شرط الشاي الاخضر يا جماعه، بس انا بقول الشاي الاخضر لان هو كويس جدا جدا. اي دكتور اما اي حد بيروح مثلا للدكتور ولا حاجه يقول له دايما داوم مع الشاي الاخضر، فانا عشان كده عملنا في الوصفه بتاعتي شاي اخضر. لو متوفر عندك استخدميه، مش متوفر عندك وعايزه تعملي الوصفه اعملي الشاي الاسمر عادي ما فيش اي مشكله. فانا اول كده مكون هناخد كده الباكو من الشاي الاخضر وهنحطه في الكوبايه بتاعتنا. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده، كويس جدا جدا في عمليه الحرق. هنعمل كوبايه. طبعا اما بنيجي نفطر بنشرب اي شاي بقى، يعني دي طبيعتنا، طبيعه الشعب المصري كله يعني عامه، بعد كل وجبه لازم بشرب كوبايه الشاي. فانا بدل ما اشرب كوبايه شاي عاديه لا هعمل كوبايه شاي اخضر، وانت برضو تقدري ان انت تعمليها كوبايه شاي عادي خالص ما فيش مشكله، بس المهم عندي المكون اللي انا هحطه على كوبايه الشاي علشان يزود معايا معدل الحرق. فهنبدا كده نحط عليه الميه المغليه كأني بحضر كوبايه شاي عاديه خالص بالشكل ده كده. ده كده الموضوع ما خدش مني ثواني، نقلب دهوت اهو، مش هحط سكر ولا هحط اي حاجه خالص. عندك سكر دايت ممكن تحطي، ما عندكيش اشربها كده عادي ما فيش اي مشكله. طبعا زي ما قلت لك تقدري تستخدمي الشاي الاسمر العادي اللي انت بتشربيه ما فيش اي مشكله، حسب رغبتك بقى تشربي تقيل تشربي خفيف على حسب رغبتك. بس المهم عندي المكون اللي انا هحطه ده، بصوا ده ورق اللورا او ورق الغار زي ما انتم شايفين، ده المهم عندي في الوصفه بتاعتي. مش هتفرق معايا اذا كان شاي اخضر او شاي اسمر، اللي هيفرق معايا كله هو ورق اللورا اللي انتم شايفينه ده. تمام؟ هنحط منه، انا معايا ورق صغير هنحط كده 3 ورقات كده اهوت، وده كمان ورقه انا حطيت بس علشان هو ورق صغير حطيت منه 3 ورقات اهو. ورق الغار ده يا جماعه له سحر رهيب جدا جدا، حاولوا ان انتوا تجربوا الوصفه وان شاء الله مش هتندموا. له سحر رهيب جدا في نزول الوزن وحرق الدهون، كمان بينزل الدهون العنيده. احط عليها كده اهو واسيبها كده حوالي 5 دقايق وبعد كده ان شاء الله هشربها. ودي كده اول كوبايه جهزناها مع بعض، دي يا جماعه الكوبايه اللي احنا ان شاء الله هناخدها بعد وجبه الفطار بنص ساعه او بساعه على حسب رغبتك انت. نحطها كده على جنب لغايه ما تبدا ان هي تهدى معايا، وورق الغار يتفاعل مع الشاي الاخضر علشان تدينا نتيجه كويسه.
تعالوا بقى كده مع بعض لغايه ما تهدى شويه، هنحضر الكوبايه اللي احنا ان شاء الله هناخدها قبل السحور. وتعالوا كده يا جماعه نشوف مع بعض الكوبايه الثانيه، حاجه سهله جدا برضو، مش هنحتار ولا هنستغرب. ده كده معلقه كمون، الكمون الخشن عادي موجود في قلب مطبخنا كلنا بنستخدمه، وطبعا كل الشعب او كل الناس عامه عارفه ان الكمون له سحر رهيب جدا في نزول الوزن، عشان كده انا بفضل الكوبايه دهيت ناخدها قبل السحور، هتسد معاك الشهيه وكمان هتحرق معاك الدهون وهتنزل معاك كميه دهون كبيره جدا. ناخد كده معلقه، معلقه واحده بس. طبعا يا جماعه انا بفضل في الوصفه بتاعتي الكمون الخشن، بس الناس اللي هتقولي طب انا ما عنديش الا كمون ناعم هقول لك استخدميه ما فيش مشكله، بس الافضل الافضل والاحسن الكمون الخشن. تمام، هننزل عليه برده بكوبايه ميه كده اهوت، كوبايه ميه مغليه كده. وصفتين ما خدوش مني اي حاجه خالص، سهلين جدا وسهل ان انا اقوم احضرها. ده الكوبايه بتاعتي جهزت ما فيش فيها اي مشكله اهيت، هقوم اغطيه عليها لمده 5 دقايق، وبعد 5 دقايق هنعمل ايه؟ هنقوم شايلين الغطا كده اهوت، وهجيب الليمون العادي اهو بصوا، وهاخد نص ليمونه اهو، احط كده على جنب. ونبدا ان احنا بعد ما الكوبايه بتاعتي تهدى شويه هقوم حاطه على عصره ليمونه بالشكل ده كده. وطبعا يا جماعه كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت بدون سكر بدون اي حاجه خالص، عندنا سكر دايت مفيش مشكله، بس طبعا كوبايه الكمون هشربها بالطريقه دي مش هينفع ان انا احط عليها سكر. واقوم اقلبها كويس كده اهو، حتى لو انتوا لاحظتوا هتبص تلاقي اللون بتاعها اتغير بعد ما حطيت عليها الليمون. طب هشربها بقى امتى؟ هشربها كده قبل السحور بساعه، بيكون افضل واحسن قبل السحور بساعه. ليه بقى بساعه؟ علشان يسد معايا الشهيه، يحرق معايا الدهون، كمان هيزود معايا معدل الحرق، حتى طول ما انا نايمه ولا حاجه هيزود معايا معدل الحرق، هتبقى كويسه جدا. هنستمر على الوصفه ديت لمده اسبوع واحد بس، وان شاء الله هتشوف النتيجه. علشان الوصفه تظبط معاكي ده كده يا جماعه الكوبايتين اهمت زي ما انتم شايفين، علشان الوصفه تظبط معايا وتجيب معايا نتيجه كويسه جدا، انا متاكده ان هي ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. بس اهم حاجه نستغل يا جماعه شهر رمضان، وده ان شاء الله فرصه مش هتتكرر، فرصه ما بتجيش الا في السنه مره واحده بس، نستغلها صح علشان نخرج منه كده واحنا راضيين عن نفسنا وشكلنا ومظهرنا وكل حاجه. نعمل ايه؟ مش هنخسر حاجه لو قللنا شويه في السكريات وفي النشويات والكلام ده كله، نقلل منه كله كل حاجه، ما بقولكوش احرموا نفسكم من حاجه، بس نقلل شويه. قللنا شويه مع الكوبايتين دول لمده اسبوع، اتحداكي ان انت كل يوم هتنزلي كل دهون او كل وزن بمعنى اصح، هتخرج هتلاقي بطنك مسطحه، مفيش لا كرش ولا في جوانب ولا ارداف، وجسمنا زي الفل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده.